السيدة المناضلة المجاهدة المكافحة السيدة مريم رجوي التي رغم تقتيل أهلها عن آخرهم رفضت إلا أن تكون مقاومة، فلك التحية. أيتها السيدات والسادات، أيتها المكافحات الأحرار رجالا ونساء في هذه القاعة وخارجها في ليبرتي المقاومة، نقدم لكم ألف تحية، تحية الصمود والنضال. أنا لا أدري هل عند كل 8 مارس يجب أن نردد ما رددت الطفلة السورية وما ردد أبناؤنا في إيران؟ نعم للحرية، نعم للديمقراطية، لا للديكتاتورية، لا للتعنف، لا للتهميش، لا للتقتيل، لا للإعدام. المنظمات الدولية مطالبة اليوم من أجل أن تسمع للأجيال المقبلة، لأن العالم كله إنه صوت الشباب. يكفينا ما وقع من ربيع عربي، ويكفينا ما وقع في الشرق الأوسط، وما وقع من متابعات ومن تشريد للشعب السوري. أطفالاً ونساءً يمرون عبر الدول يطلبون اللجوء، ومن هذه الدول من تجاوبت إيجابياً، ومنها من رفعت الشعار لا للجوء للسوريين. نعم اليوم يجب أن نقول نحن مع المقاومة، المقاومة في إخوتنا في ليبرتي الذين يعانون الأمرين من إعدام قسري ومن حجاب قسري ومن قتل ومن تجويع ومن تشريد عبر دول العالم. هل هذه هي الديمقراطية؟ الديمقراطية هي أن نشرد شعوبنا وأن تتوزع عبر كل دول العالم. لا يعتقد الديكتاتورية الفاشية في إيران بأنها ستفلح، لأن دائماً الديمقراطية هي التي تنتصر. ويكفي أن نذكر أننا في المغرب دائماً كانت هناك حكمة لجلالة الملك محمد السادس الذي كان على وعي تام، لا بد من التجاوب مع صوت الشعب، وكان هناك التعديل الدستوري 2011، وعرفنا إصلاحات سياسية مهمة جداً، بل أن بادرنا إلى إخراج تشريع الذي جاء فيه قانون محاربة الإرهاب. كنا ضد الإرهاب، وكنا في المغرب ضد التطرف، وفعلاً نجح المغرب لأنه كان ضد كل شيء يؤدي إلى التشتت وإلى عدم استقرار في المنطقة. من هذا الباب ناضلت النساء المغربيات عبر كل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وعبر المؤسسات الرسمية والغير الرسمية من أجل مساندة كفاح النساء ومكافحة الشعوب المستضعفة. فإذا هذا النظام المتطرف الذي له مصلحة في أن يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، ولقد تسرب إلى شمال إفريقيا عبر ما تعيشه ليبيا الحرة، ليبيا التي أصبحت الآن هي عبارة عن منطقة موبوءة مستعدة للانفجار في أي وقت من الأمكان. لماذا؟ لأن داعش يعني تمكن من المنطقة وأصبح يأتي فساداً في البلاد، وتحرك عبر كل الأقاليم والدول من أجل يعني نزع كل النعرات الطائفية، ومن أجل بث الرعب، ومن أجل المس باستقرار هذه الدول. من مصلحته في العالم أن لا تكون الدول العربية في استقرار، وأن لا يكون في إيران ينعم في أمن وأمان كما تراه في النموذج السيدة مريم رجوي وكل الأحرار في ليبرتي والموجودون في هذه القاعة وخارجها عبر كل العالم. فثامن مارس هو فقط محطة من هذه المحطات المتعددة التي نجتمع دائماً عبرها كنساء. وقد ساندت المقاومة ومعي إخوتي السيدات البرلمانيات والسيدة الوزيرة وغيرها من النساء الذين كانوا مع المقاومة حينما كان إخواننا في ليبرتي، وقبلها كانوا في أشرف الذي بنوه بمالهم وبسواعدهم وبأطرهم، وتم تشريدهم وإخراجهم من أشرف إلى ليبرتي. ولكن استمر النضال واستمر الكفاح، لأن بالاستمرار في الكفاح والنضال والمقاومة فقط
كما جاء في كل الكلمات يمكن أن نحقق الاستقرار ويمكن أن نقضي على الدكتاتوريات ويمكن أن تكون الديمقراطية، ولكن بكل أسف لكل ديمقراطيته. الديمقراطية في بعض الدول وبعض المنظمات الدولية التي دعمت أحياناً الأنظمة المتطرفة من أجل أن تقضي على الأنظمة العربية، من أجل أن تقضي على مجموعة من الدول التي كانت تعرف الاستقرار، الآن تراجعت وأصبحت تدعم داعش ضد الدول العربية، لأن أقل يعني أخف الضررين أن تساعد داعش لا أن تساعد شيئاً آخر. فإذا لهذه المنظمات، ونتوجه إلى إخواتنا في الاتحاد الأوروبي وفي المنظمات الدولية من أجل مساندة إخواننا في ليبرتي، ومن أجل الوقوف إلى جانب الأخت مريم رجوي، لأنها تحمل قضية وتحمل هم مجتمع وهم شعب بأكمله، بل أنها تمثل كل النساء الأحرار في العالم، في تونس وفي ليبيا وفي سوريا الجريحة، والأحرار في العراق وفي اليمن، بلاد كل هذه الدول التي تعرف العمل وتعشق الاستقرار، ولكنها أصبحت تعيش التشرذم وأصبحت يعني موجودة في كل مناطق العالم لا تعيش في سعادة ولا كرامة. فهل نرضى لأبنائنا أن يعيشوا بدون كرامة، أن يتسكعوا في الشوارع ويلتحفوا السماء وينامون على الأرض؟ أهاته هي الديمقراطية العالمية؟ هل هذه هي الديمقراطية الأمريكية؟ هل هذه هي الأنظمة التي تساند متى شاءت وأينما شاءت الدول التي ترغب في مساندتها؟ فإذا فليعلم المنتظم الدولي بأن الحرية والكرامة والعيش السليم، وأن الابتعاد عن التطرف الديني ولا للحجاب القصري ولا للتزويج القاصرات ولا لتعنيف النساء هو الطريق فقط لتحقيق التنمية والاستقرار الحقيقي لهذا العالم، لن يكون إلا بذلك. شكراً. نداء أخير من الأخوات من الوفد المغربي هو أننا قد اجتمعت النوايا الحسنة كما جاء على لسان الأخوات في البرلمان الأوروبي. البارحة كانت هناك خلية نقاش من أجل إخراج تنسيقية من هذا الجمع، وهذه توصية نوجهها للسيدة مريم والأخوات في الاتحاد الأوروبي وإلى كل المشاركات، نعم لتنسيقية نسائية من أجل محاربة التطرف في العالم. نقول ذلك لأن النساء قادرات على تغيير الواقع، وأن النساء يكون صوتهن مسموع، لأن وساهمنا في تحرر مجموعة من الدول، وساهمنا في أن يكون قائدات، حررنا بلدانهن. يعني حينما كان هناك الاستعمار في كل الدول التي دولنا التي عاشت الاستعمار، فكان للنساء دور كبير. فنتمنى لهذه التنسيقية أن تخرج من هنا وأن يكون لنا الكلمة، والمستقبل للديمقراطية والمستقبل للشباب وللأطر وللنساء، من أجل أن ننعم بالسلم والسلام والاستقرار ولا للتطرف في هذا العالم. شكراً.